يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشافه يا مندا. الشوفير زومبري هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي، اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيب. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. حرامي أوعى تتحرك. أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يا أهلي ما شاء الله عليك. وأنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضه هسرق عادي. اتفضل نور لي كده، اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. ادي الساعه وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك حاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود، بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيبنا جرام بروبلام كاسك اليا. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني، انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطة السودة دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يا انت؟ مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لا لا. ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم، ولا يهمك. بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحش. ابوسه وانت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس ايه ده، كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه؟ رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700. يا في 200 يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان، قفلهم لباكو باكو. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي كده. خساره خساره، قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هوديه الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه، اتنطط. يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على في المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه عملها لك خير ربيه علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه، ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيره على وش جواز، وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه مال ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت
تعرف ابوه؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني، بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش، خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها بحبك، انا بحبك. على اذنك يا خير ربي، هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت، لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته، قصدي هجيني فوق طالما واقف. على اذنك. ايه يا اخير يا قليل؟ هفهمك. فهمني. طب ده انا هاكلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون، انا اجني منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هاكل نفسك. يا خيرت بيه، يا خيرت بيه. خد تعالى اقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي، هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي؟ يبقى خدها اديها للدكتور، شوف العطره جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا زكي. جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي؟ ولا دي ازايز خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. ده خلاص بقى اقعد بقى بابا، انت كل شويه هنقعد نجري. بص عليك، اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي، حاجات كتير قوي، كل المستلزمات دي. شويه حاجات ايه يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه، شفت انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص. ودي بص يا بابا، دي عشانك. ايه ده؟ ايه؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك انت. كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي يا زكي. زكي هنا، انت راخر ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي، بص ده، بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام، يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاك، جبت لك حاجه تانية. بص دي، هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه، كيكي. كيكي؟ ايوه كيوي. كيوي كيوي يا ابو جهل. سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه، نضاره بربريز في ميه. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. بس بقى خليها. طب خليها. خد الجراب ده بقى. سيب. ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني، بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. مال عب السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده، هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي. لا ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوة اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا سارة صاحبة اخته. ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله حلو قوي ده، شبه كيتوس بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل، بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا، مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. زكي. حلو اسم لطيف يعني وجديد برضه.
طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. امسكوا جامد لحسن يطير منك بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي ازاي؟ انا طالع فوق غير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ تشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي يا خيرت بيه. ايه ده انت فضيحه لما بتصدق؟ اعترفوا بقى اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت. انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم خليك كده خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف. خايف من ايه يعني؟ ها؟ خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده ملو هدومك